اهلا وسهلا بكل اوفياء الاذاعه القريبه منكم ميد غاديو فين ما كنتم. مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامجكم سيداتي سادتي بفقرات منوعه فيها مجموعه من الافكار ومن الاقتراحات. واليوم ان شاء الله غادي ندرجوا مجموعه من الاقتراحات اللي سبقوا مرات معنا لانه اليوم معنا طلبات اكثر منها اسئله. فاليوم ان شاء الله غادي ندرجوا الاقتراح اللي كانت عطاتنا ظاهره بالنسبه لذاك الصابون او لا اللي كنستعملوه للتصبين. هو سائل اللي كنحضروه في الدار وكيكون اقتصادي، النتيجه كتكون فعاله لانه كيزول الطبايع وكيدينا مده طويله، يعني على الاقل كتقول ظاهره واحد 4 شهور ولا 5 شهور، ما غاديش نتفكروا نهائيا داك السائل باش كنغسلوا الحوايج. فغادي نقوموا ان شاء الله اليوم باعاده الادراج ديالو، غادي نعطيو الطريقه بالضبط لانه كل المستمعات الكريمات اللي تواصلوا معنا من خلال صفحه المستمعين الكرام منهم جواد كذلك وابو ايمن اللي كنشكر الاقتراح ديال ظاهره وقال حنا نصحنا كل يعني الزوجات ديالنا انهم يحضروا في الدار لانه اقتصادي. فاليوم ان شاء الله غادي نقوم بادراج كل الطلبات ديال المستمعات الكريمات اللي كانوا طالبونا باعاده ادراج مجموعه ديال الاقتراحات. ومن بعد غادي نمشيو لفقره بريكولاج اللي اليوم فيها مجموعه من الافكار ومن الاقتراحات من عند ظاهره، من عند زينب، من عند رحمه كذلك، ومن عند المستمعه الكريمه الوفيه للبرنامج ولكن يلاه مؤخرا بدات كتواصل لان كتقول عند اقتراحات وكنت كنخاف على انها ما تفيدكمش لانه كنسمع ما شاء الله افكار واقتراحات اللي هي جديده. كنقول لها مرحبا بك معنا في الصفحه، نورتي الصفحه يا جيهان. هي كتقول انها عروسه جديده يلاه تقريبا هذه المده ديال شهرين باش مشات البيت الزوجيه وتعلمات شحال من حاجه مع البرنامج، فمشكوره وان شاء الله كنتمنى لك حياه زوجيه سعيده تلقاها ان شاء الله كيف ما تمنيتيها وكيف ما تخيلتيها. فاليوم ان شاء الله كيف ما قلنا في الجزء الثاني خلال الحلقه غادي نفتحوا باب التواصل مع كل المستمعين الكرام، ناخذوا التساؤلات ديالكم وعايش حتى نتوما افكاركم واقتراحاتكم تفيدونا بها. فقط بغيت نقول انه اليوم تعبر عن المصممه اللي كانت غادي تكون حاضره معنا باش تجاوب على كل تساؤلاتكم ديال الموضه، ولكن ان شاء الله حنا غادي نجاوبوا على كل التساؤلات من خلال الصفحه ديال البرنامج. فغتلقاو كل اسم مع المدينه، يعني الاسم ديال المتصله والمدينه. رجعنا على ميد غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم، وحلقه اليوم في برنامجكم سيداتي سادتي ان شاء الله فيها مزيد من الافكار ومن الاقتراحات. وقبل ما غادي نمشيو فقرتنا فقط بغيت نقول ألف مبروك الخديجة درية اللي هي مستمعة وفية البرنامج وسبق وكانت معنا متوجة ديال الشهر وسمعنا صوت على الهواء مباشرة وفاتنا بأفكارها واقتراحاتها شحال من مرة، وكذلك كانت كتواصل معنا بشكل يومي من خلال صفحة ديال البرنامج. فخديجة درية هي رزقها الله بمولود جديد، فكنتمنوا ليها إن شاء الله الصحة والعافية ليك خديجة والمولود ديالك الجديد، وهذا إهداء من طاقم البرنامج ليك خصيص. هذا إهداء المستمعة وفية البرنامج اللي هي خديجة درية، وإن شاء الله مرة أخرى الصحة والعافية ليك والمولود الجديد. وما شاء الله يعني كانت تهنئات من خلال الصفحة ديال البرنامج، يعني الحمد لله احنا مع المستمعين الكرام أسرة وعائلة واحدة مع الأسرة ديال ميد غاديو أكيد، وتحية الأوفياء ديال ميد غاديو فين ما كانوا. غادي نمشيو مباشرة كيف ما قلت كان طلب بزاف ديال الناس اللي كانوا بغاو إعادة إدراج الاقتراح اللي سبق وعطاتو لنا المستمعة الكريمة اللي ينزها كانت وصلت معنا في الحلقة ديال اليوم الاثنين، وكان جاوبات على واحد السؤال ديال المستمعة الكريمة سعيدة اللي كان عندها مشكل ديال ديتاش أو طبايع صفرين في الحوايج. فالحوايج اللي كانوا بويض أو اللي كانوا في اي لون مفتوح، وكيف ما قلنا شحال من مره السيدات لما كتخلي شي حوايج واحد المده طويله في البلاكار كتلقى فيهم ديتاش صفرين، فكتقول لك ما عرفتش هاد الطبعه حتى منين جات. فكانت نزهات وصلت معنا وعطاتنا الحل، قالت الا كانت شي طبعه صفراء في اي لون مفتوح، باج، بياض، بلون كاسي، ولا اي لون اللي كيكون فاتح، فما علينا الا ديك الطبعه نعصروا عليها الحامض وكنخليوها كتنشف في الاشعه ديال الشمس، وداك الحامض عليها ملي كتنشف كنحيدوها، كنفركوا عليها شويه ديال صابون الحجره مع الماء، وكنحاولوا على انه داك صابون الحجره كنفركوه مزيان وكنعاودوا نشروها مره اخرى وداك الصابون عليها في الاشعه ديال الشمس. يعني المره الاخرى الاولى كنشفوا عليها العصير ديال الحامض، والمره الثانيه كنشفوا عليها صابون الحجره حتى كينشف مزيان، عاد ديك الساعه كنصبنوها على حسب واش صابون باليد او لا صابون بالماكينه. اذا بالنسبه للطبايع الا كانوا صفرين في اي حاجه ديال الحوايج اللي لون مفتوح، ما علينا الا نعصروا الحامض على الطبعه وكنحطوها كتنشف في الاشعه ديال الشمس كنشروها، ملي كتنشف كنحيدوها وكنفركوا عليها شويه ديال الماء مع صابون الحجره، كنفركوا داك الصابون مزيان وكنعاودوا نشروها مره اخرى وداك الصابون عليها باش كنضمنوا على انه داك الصابون الحجره كيتغلغل في النسيج وكيسهل علينا ازاله الطبعه، حتى كينشف عليها الصابون ديك الساعه كنحيدوها وكنصبنوها اما الصابون باليد او لا الصابون بالماكينه. فنزها قالت غير يجربوا المستمعين هذا الاقتراح وغادي يعجبهم بزاف، وكل الطبايع اللي كتكون صفراء ما كتبقاش في الحوايج نهائيا. وانا هذه فرصه باش كنرجع وكنذكر المستمعات الكريمات خصوصا اللي كيكون عندهم مشكل ديال الغموليه في البلاكار، اما الريحه او لا ليطاش الا كان بلاكار ديال الحيط والحيط فيه مشكل مثلا شي تسرب ولا فوت ديال الماء، فضروري ديك الغموليه غادي تقيس الحوايج. هادشي علاش كنصحهم الا بغاو يديروا القرنفل او لا الخزامه او لا باش يحيدوا ريحه الغموليه، دوك السريرات او الكموسات ديال القرنفل وديال الورد ولا الريحان ولا الخزامه ما نديروهمش وسط الحوايج نهائيا، لانه بعض المرات كنساوهم
وهما داك الورد ولا داك القرنفل راه مع المده كيطلق واحد اللون اصفر. داكشي علاش كنصحوا الا بغيتوا ديروا هذه الطريقه هذوك الكموسات اولا الصريرات ديال الورد ولا الخزامه ولا الريحان كيخصهم يكونوا معلقين في البلاكار. يعني ديروا اختاروا شي بلاصه ولا ديروا شي مسمار صغير وعلقوا فيه دوك الكموسات اولا الصريرات من الاحسن، وتجنبوا وتفاداوا على انكم تحطوهم ما بين الحوايج. ما تفكروش في هذا الامر نهائيا لانه كيف ما قلنا مع المده كيطلقوا دوك الطبايع اللي كيكونوا صفرين وكيقيسوا الحوايج. غادي نمشيو هذه المره للطلب كذلك كان مع المستمعين الكرام بالنسبه للاقتراح اللي كنا درجناه فقط في الحلقه ديال اليوم امس اللي كانت عطاتو لينا ظاهره. كانت عطاتنا واحد الاقتراح بالنسبه للصابون اللي كنستعملوه في التصبين ديال الحوايج وكيصلاح الماكينه العاديه الماكينه الاوتوماتيكيه وحتى الصابون باليد. الجميل في هذا الاقتراح على انه فعال على الطبايع اقتصادي بزاف لانه غادي نلاحظوا غير من كميه قليله ديال المكونات وغادي نحصلوا على 5 يطرو اللي غادي نحصلوا عليه من هذا السائل اللي غنصبنوا به الحوايج. اشنو قال الظاهره؟ قالت على انه غادي نحتاجوا، وهنا عندنا الاختيار على حسب كل واحد والرائحه اللي كيفضل. بالنسبه للناس اللي كيفضلوا الرائحه ديال الخزامه غادي نحتاجوا لواحد الحفنه ديال الخزامه، الناس اللي كيفضلوا الرائحه ديال الحامض غادي نحتاجوا القشور ديال حامضه كبيره محكوكه. اذا غادي نحتاجوا الحفنه ديال الخزامه مع 5 يطرو ديال المطايب ماء اللي كيكون مغلي، صابونه كبيره ديال الحجره محكوكه، وعلى حساب شنو استعملنا. الا درنا الخزامه غادي نحتاجوا القطرات من روح الخزامه اولا من الزيت الاساسي ديال الخزامه، الا استعملنا الحامض غادي نحتاجوا القطرات من روح الحامض. وكيبقى مساله اختياريه واحد زوج ديال الكيسان بالعبار اولا القياس ديال الكاس ديال العنبه بالنسبه لواحد السائل اما اللي كنستعملوه في الغسل ديال الماعن اولا السائل اللي كيعطي الرغوه اللي كنستعملوه في الغسل ديال يدينا اولا الناس اللي عندهم السائل باش كنصبنوا الحوايج. الا كانت توفر في الدار غادي نحتاجوا منه الزوج ديال الكيسان وكيف ما قلنا اللي غادي يعطينا من بعد القياس اولا العبار ديال 5 يطرو اللي غتبقى عندنا. اذا اعيد مره اخرى بالنسبه للمكونات غادي نحتاجوا 5 يطرو ديال الماء اللي كيكون طايب ما مغلي، صابونه كبيره ديال الحجره محكوكه، الا كنا غادي نحتاجوا الخزامه يعني هي الرائحه اللي كنفضلوا غادي ناخذوا حفنه ديال الخزامه، كنا بغينا الحامض غادي نحتاجوا القشور ديال حامضه كبيره محكوكه. الطريقه سهله كتقول ظاهره، اول حاجه كناخذوا من ديك 5 يطرو ديال الماء اللي عندنا مغلي كناخذوا يطرو واحد وكنديروا فيه الخزامه اولا كنديروا فيه القشور ديال الحامض محكوكين وكنخليهم شويه فوق عافيه مهينه حتى كنشوفوا انه ديك الرائحه ديال الخزامه بدات كتطلق في الماء اولا الرائحه ديال الحامض. ديك الساعه كنصفيوها كنحيدوا الخزامه ولا كنحيدوا القشور ديال الحامض وداك الماء كنديروا فيه صابونه كبيره ديال الحجره محكوكه وكنبقاو كنخلطوا مزيان باش كندوبوا داك الصابون محكوك في داك اطرو ديال الماء اللي هو فيه الرائحه ديال الخزامه اولا ديال الحامض. بعد ما كيذوب داك الصابون في الماء ديك الساعه كنضيفوا 4 اطرو ديال الماء اللي بقات من اللي هو مغلي ولا ما طايب مع قطرات من روح الحامض اولا قطرات ديال الخزامه. ومساله اختياريه كيف ما قلت هذوك زوج ديال الكيسان اللي كيكونوا بالعبار ديال العنبه ديال السائل منظف، اما السائل باش كنغسلوا الماعن اولا السائل باش كنغسلوا يدينا ولا حتى السائل باش كنصبنوا الحوايج. كنخلطوهم مزيان وكنخليو هاد المكونات كامله كتبات ليله ليله كامله كنخليوها، وملي كنحركوها المره الاولى ما كنبقاوش نحركوها مازال، يعني كنخليوها كتبات هكذاك مرقده المده ديال ليله كامله. فكتقول في الصباح غادي نتحصلوا على واحد السائل اللي غادي يعجبكم بزاف وكيعطي كميه ديال 5 يطرو وكتبقاو كتستعملوه في التصبين ديال الحوايج. وقلت على انه كيصلاح الماكينه العاديه الماكينه الاوتوماتيكيه وحتى الصابون باليد. فشكرا لك زهيره وكنتمنى ان شاء الله كل مستمعي الكرام اللي كانوا طالبونا باعاده ادراج الاقتراح يكونوا سمعوا هذه المره، والا فغادي نتلقاو لانه حنا راه نشرناه زوج ديال المرات بناء واحد الطلب ملح اللي كان ديال المستمعين الكرام فقمنا بالنشر ديالو في الصفحه ديال برنامج سيداتي سادتي في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. غتلقاو زوج ديال المرات بالاسم ديال زهيره فغادي توجدوا الاقتراح الى فاتكم. غادي نمشيو هذه المره مباشره لفقره بريكولاج، وكيف ما شرت في البدايه ديال الحلقه على انه اليوم معنا مجموعه ديال الافكار وديال الاقتراحات من عند زينب من عند سناء من عند زهيره وكذلك من عند جيهان. فان شاء الله نتمنوا اليوم يكفينا الوقت ندرجوا كل افكارهم واقتراحاتهم. اول اقتراح معنا اليوم من عند زينب. زينب كتقول لي اختي عفاف انا شحال من مره سمعت افكار واقتراحات في البرنامج اللي هي مفيده بالنسبه للرائحه ديال الثلاجه، وانا جربت شحال من حاجه كان اخرها هو ديك الحيله اللي كنا عطينا بالنسبه للرائحه ديال الثلاجه. كناخذوا واحد الطرف ديال القطن كنديروه في زلافه صغيره وكنعصروا عليه حامضه وكنخليو ديك الزلافه دائما محطوطه عندنا في الثلاجه، ومره في الاسبوع يعني مره في السيمانه كنبدلوها. فداك القطن مع العصير ديال الحامض كيبقى يمتص الرائحه اللي
عندنا كلها في الثلاجة. هذا آخر اقتراح كنا دوزناه. اليوم زينب جات اقتراح جديد كتقول بالنسبة للناس اللي ما عندهمش الوقت أشنو خصهم يديروا؟ ياخذوا المسحوق ديال بيكربونات الصوديوم. ودائما كنصح كل الناس والأوفياء ديال البرنامج على أنه هذه المادة كيف ما لاحظتوا فالتكرار ديالها تقريبا كيكون في بزاف ديال الحلقات. علاش؟ لأنه مسحوق بيكربونات الصوديوم كمادة عنده الاستعمالات بزاف، استعمالات كثيرة. هادشي علاش كنقول ما فيها باس شريوه، هو الثمن ديالو يعني ما غاليش بزاف على حسب النوعية وعلى حسب الماركة، فتقريبا كيبدا من 7 ديال الدراهم حتى ل 15 درهم. اختاروا الماركة اللي بغيتوا وخليوا هاد المادة دائما عندكم في الدار. فكيف ما قلت الاستعمالات ديالها متكررة وكثيرة بزاف. زينب اليوم قالت ما عليكم إلا تاخذوا ديك العلبة ديال المسحوق بيكربونات الصوديوم، لما كتشريوها حلوا العلبة وخليوها محلولة من الفوق وحطوها في الباب الثلاجة، فهي كتبقى تمتص الروائح كلها اللي عندكم في الثلاجة. والجميل فيها على أنه مدة الصلاحية ديالها ما كتساليش، دائما كتبقى صالحة، فما عليكم إلا تحلوها باش كتخليو ديك الرائحة ديالها كتوصل وهي كتمتص الروائح كلها اللي عندكم في الثلاجة. وكتقول ما تخافش ما تخافوش لأنه غتخليوها غير في الباب ديال الثلاجة، يعني ما غتبقيش لكم لا مواد ولا حتى شي حاجة، خليوها غير في الباب ديال الثلاجة وهي كتبقى كتقوم بالدور ديالها وهو أنها كتمتص الروائح ديال الثلاجة. ربما الخضرة إلا كنا نسيناها وفسدات ولا خسرت في الثلاجة، اللحوم لما كتخلط مع بعضياتها إلا كنا مثلا دايرين الدجاج مع الحوت مع اللحم أولا شي حاجة إلا كانت طيبة ولا ضروري ما كتكون رائحة في الثلاجة. وإلا كان التنظيف ما كيكونش أسبوعيا فضروري كيكون هذا المشكل. هادشي علاش كتنصحنا زينب على أنه العلبة ديال المسحوق بكربونات الصوديوم الوقت اللي كنشريوها كنحلوها وكنخليوها محطوطة في باب الثلاجة باش كتخلصنا من هذا المشكل. زينب عطاتنا اقتراح آخر، كتقول بالنسبة للناس اللي كيشروا كميات كثيرة ديال الحامض خصوصا إذا صادفوه بثمن رخيص، إذا كان رخيص كياخذوا كميات كثيرة، فكتنصحنا على أنه لما كناش غادي نستعملوه في نفس الوقت أشنو كيطرى للحامض بحال كيدبل، ديك الطراوة ديالو ما كتبقاش. إلا كنا غادي نحتاجو سواء للقشرة أو للعصير ديال الحامض كتقول ما علينا إلا نخرجوا ديك الكمية اللي غادي نستهلكو ونبيتوها مرقدة في الماء بارد، ما اللي كنكونوا خرجناه من الثلاجة أو اللي كناخدو الماء العادي ديال الروبيني وكنديرو معاه مكعبات ديال الثلج، المهم على أنه تكون واحد الدرجة ديال البرودة في داك الماء، وكنخليو الحبات ديال الحامض مرقدين المدة ديال ليلة كاملة. وفي الصباح غادي نشوفو على أنه حتى اللون ديال الحامض كيتبدل، ما كيبقاش دابل، كترجع ليه التراوة، وديك الساعة تقدروا تستعملوه بالصحة والراحة. معنا مزيد من الأفكار ومن اقتراحات من عند سناء ومن عند زهيرة ومن عند جيهان ان شاء الله في الحلقة ديال اليوم. فقط غادي نبقاو لحظة مع ثاني اختياراتنا الغنائية نسمعوها مباشرة وراجعين لكم، فابقوا معنا. ورجعنا دائما على ميد غاديو الإذاعة القريبة منكم وحلقة اليوم في برنامجكم سيداتي سادتي. حنا مازال فقرة بريكولاج وفيها مجموعة من الأفكار ومن الاقتراحات من بعد الاقتراحات ديال زينب. غادي نمشيو هاد الاقتراحات ديال سناء. وسناء كتقول بالنسبة للشمع العطري يعني اللي كنشريو باش الوقت اللي كنشعلو كيتلقى واحد الريحة كتكون زوينة في الدار، كتنصحنا سناء باش داك الشمع ما يتسهلكش دغيا. اشنو كنديرو؟ في كل مره كنبغيو نشعلوه كيخصنا نحطوه في الفريغو في المجمد على الاقل مده ديال ساعتين، فهذه الطريقه كتضمن لكم على انه داك الشمع ما كيتسهلكش دغيا وما كيدوبش بسهوله وكي هكذا كيدي لكم واحد المده اللي كتكون طويله، فهي طريقه اقتصاديه. عطاتنا سناء اقتراح اخر بالنسبه للتقاشر اللي كيكونوا بويض، فكتقول هذا امر كيحير بزاف ديال السيدات اختي عفاف لانه كنبغيو نحصل على داك البياض الناصع وديك النقاوه اللي كتكون في التقاشر. هادشي علاش كتنصحنا على انه دائما نرقدوهم في ماء مغلي وفيه طريفات ديال الحامض قبل التصبين ديالهم باش داك الحامض كيساعدنا على ازاله الطبايع، يعني حتى كنرقدوهم في الماء طايب مع القشور او هكذا الطريفات ديال الحامض كاملين، كنقطعوا الحامض ودوك الطريفات كنديروهم مع الماء وكنرقدوا التقاشر كنخليهم مرقدين على الاقل واحد المده، كتقول هي الا كانت 3 ولا 4 ديال الساعات كانت النتيجه احسن، عاد ديك الساعه كنصبنوهم. وكتقول الا داروا السيدات هذه الطريقه غتخليهم يتستغناو على ماء جافيل، الا درتوا هذه الطريقه ما غتحتاجوش انكم تستعملوا ماء جافيل نهائيا، غير المسحوق ديال التصبين وفركه غدا تكون كافيه. نمشيو هاد المره الاقتراح ديال زهيره، وزهيره كتقول لي اختي عفاف اليوم جبت لكم طريقه للحفاظ على القزبر والمعدنوس والكرافس لمده طويله بلا ثلاجه وبلا مجمد نهائيا، وكتقول انا كنصح خصوصا الناس الجاليه المغربيه اللي كيبغيو يحضروا شهيوات يعني هما على برا ولكن ما كيلقاوش مثلا هاد المواد متوفره عندهم دائما اولا ماشي بديك الطراوه اللي هما بغاو، على الاقل يدوهم معاهم وكيضمنوا يعني حتى المصدر ديالهم منين جاي. فكتقول القزبر والمعدنوس والكرافس نقدروا نخليهم عندنا حتى المده ديال العام. اشنو الطريقه اللي كدير زهيره؟ مشكوره. هي قالت لي اختي عفاف انا هذه الطريقه كنديرها لحماتي كل مره كتكون مسافره فكندير لها هذه الطريقه باش كتدي معاها القزبر والمعدنوس والكرافس. اشنو كدير زهيره؟ كتاخذ القزبر والمعدنوس والكرافس كتعزيهم كل واحد بوحديته، من بعد كتقطعهم وكتقطع طبعا غير الجهه اللي حنا غادي نستهلكوا، يعني السيقان كيخصنا نحيدوهم لانه غالبا وكيلاحظوا السيدات حتى القزبر والمعدنوس الا خليناه واحد المده في الثلاجه اول حاجه كتبدا كتعفن هما السيقان،
هادي غيلاحظوها دائما كل السيدات، اول حاجه كتعفن في الوريقات ديال القزبر والمعدنوس، ماشي الوريقات، الوريقات كيتحرقوا، ولكن على مده كيبدا التعفن من السيقان هما الاولين. هادشي علاش كتنصحنا زهره انه نقيوهم مزيان، كنعزلوا الكميه ديال القزبر بوحديتها، ديال المعدنوس بوحديتو، ديال الكرافس بوحدو، من بعد كنديرهم في واحد البلاطو اللي كنكونوا فرشنا فيه واحد التوب او لزيف ديال حياتي، وكنحطوهم في شي مكان اللي كيكون مهوي، وكتوصلوا ديك الاشعه ديال الشمس اللي كتكون خفيفه، يعني ماشي ضروري يكون مباشره مع الاشعه ديال الشمس لان الوريقات غادي يتحرقوا بواحد السرعه كبيره. من الاحسن خليوه في بلاصه اللي كيكون فيها غير الظل، يعني مهويه مزيان وفيها غير الظل، وفي كل مره درنا كنحركوا داك القزبر والمعدنوس والكرافس حتى كينشفوا مزيان، كنيبسوهم بهذه الطريقه. من بعد كناخذوا قريعه ديال الزاج وكنديروا القزبر بوحديتو، الكرافس بوحدهم، والمعدنوس بوحدهم، وكنسدوا ديك القرعه وكنبقاو ناخذوا غير الكميه اللي غادي نحتاجوا. فكتقولي جربوها المستمعين الكرام وغادي نشوفوا على القزبر والمعدنوس غادي يبقاو يسلكوهم، والمذاق والبنه والرائحه ديالهم ما كتبدلش نهائيا. وكتقول هكذا ما غادي نحتاجوا لا الثلاجه ولا المجمد، وكنعرفوا على انه في القرى وفي البوادي يعني مازال الناس ما وصلهمش الضوء نهائيا، فهذه الطريقه غادي تكون صالحه لهم بزاف. فاعيد مره اخرى بالنسبه لاقتراح لاتنا زهيره، الحفاظ على القزبر والمعدنوس والكرافس مده طويله بلا ثلاجه، قالت على انه كنعزلوا المعدنوس بوحدو والكرافس بوحدها، وبطبيعه الحال يعني القزبر والمعدنوس والكرافس كنحيدوا السيقان، كنقطعوهم وكنديروهم في واحد البلاطو اللي كنكونوا فرشنا فيه زيف ديال حياتي. بالنسبه للتقطاع بطبيعه الحال ما غاديش نقطعوهم هكذا رقاق، وانما نخليو شويه الوريقات باينين، يعني غير تقطيعه سهله بحال التقطيعه اللي كنديروا في الاول بلا ما كنعاودوا نقطعوا مره اخرى، باش غادي يولوا رقاق وكنشوفوا على انه تدوك الانزيمات وداك الماء كيحيد. وبالنسبه للسيدات اللي كيكونوا شويه معقوش فيهم العجز، ولكن الله يحسن العوان الوقت ما كيكونش او لا يدهنه ويدهنه، فكتقول احسن حاجه هو الاله الكهربائيه كندوز فيها داك القزبر والمعدنوس والكرافس. كنقول في هذا الحل ما غاداش تنفعك نهائيا، غتاخذي الكراطه ديال الخضرة مع الموس وغتقطعيهم باش يبقاو الوريقات باينين، ما كيخصهمش يتقطعوا هما رقاق. كنحيدوا السيقان كنتخلصوا منهم بطبيعه الحال، كنحطوهم في داك البلاطو اللي حنا فرشنا فيه زيف او لاتوب ديال حياتي، وكنخليهم في مكان اللي كيكون مهوي وما يكونش قبالت او لا مباشره مع الاشعه ديال الشمس. كنخليهم واحد المده ومره مره كنحركوهم باش كيبسوا مزيان، واحد المده ديال يومين ولا ثلاث ايام وعلى حسب حتى الظروف ديال الجو كيفاش دايره. الوقت اللي كنشوفوا على انهم يبسوا مزيان ونشفوا كنديرهم في قريعات ديال الزاج، كنعزلوا القزبر بوحدو والمعدنوس بوحدو والكرافس بوحديتهم، وكنسدوا عليهم دوك القراعي ديال الزاج وكنخليهم غير على برا في الكوزينه. فكتقول ظاهره طريقه مجربه، المذاق ديالهم ما كيتبدلش نهائيا، وفي كل مره كتحلوا دوك القراعي كتشموا الرائحه ديالهم. نمشيو هاد المره لاقتراح اخر من عند جيهان، وجيهان هي اللي قلنا على انها عروسه جديده وقالت ما شاء الله انها كتستافد بزاف من البرنامج، وهي اليوم كذلك بغات تفيدنا بواحد الاقتراح. كتقول لي اختي عفاف هذا الفصل كنلاحظوا بزاف، مثلا الا صيبنا يعني شي حلوه ولا كيك او حتى الدسير الا حطينا فوق الطبله ما كنعرفوا الناموس منين كيجي، وبزاف ديال الناس كيكون طبصيل ولكن الغطا ديالو ما كاينش. هادشي علاش هي كتنصحنا حتى بالنسبه للناس اللي ما عندهمش داك الزيف او لا التوب ديال حياتي، ما عليهم الا ياخذوا واحد الشبكه. كتقول راه كل السيدات دابا ولاو كيعرفوها، كاين حتى السيدات اللي كيستعملوها في مكان الغربال، هي واحد الشبكه اللي كيكونوا العيون ديالها رقاق بزاف وصغار، هذيك هي اللي كناخذوها وكنقلبوها على داك التبصيل، وهكذا الناموس ما كيقيش ديك الماده الغذائيه نهائي. فشكرا لك جيهان فتينا كذلك بالفكره وبالاقتراح ديالك اليوم، شكرا لزهيره لسناء ولزينب، وباب التواصل مفتوح معكم انتم اوفيائنا علاش لا، مرحبا بكل تساؤلاتكم وبافكاركم واقتراحاتكم في دونا بها في الحلقه ديال اليوم. ارقام التواصل معنا هي 05 22 46 72 50 51 او 52. ما تنساوش كذلك عن طريق الرقم 5080 الى في اول الاس ام اس كتبتوا كلمه ماد خليتوا فراغ صغير وبعثتوا بسؤالكم او بالفكره والاقتراح اللي عندكم للرقم 5080. غادي نمشيو لاول اس ام اس هو من عند المستمعه الكريمه ام دعاء، كتقول شكرا على هذا البرنامج اللي كنا كنستافدوا منه، وبغيت غير نعرف الحل بالنسبه للتوب ديال لولا الا كنا غادي نصبنوه لاول مره باش يبقى في الشكل ديالو وما يشربش، اش نقدروا نديروا؟ فكنا شرنا شحال من مره يا ام دعاء الاقتراح، واللي مازال كنتذكر كانت عطاته حتى الخبيره في الموضوع ومصممه الازياء خديجه الحجوجي على انه التوب ديال لولا حتى قبل ما يتفصل وقبل ما يتخيط، فهذه نصيحه لانه دابا بزاف ديال الناس كيختاروا لولا كيكون توب صالح لانه كيكون كنتحركوا على راحتنا، كيشرب العرق، كيكون مريح بزاف في الفصل ديال الحراره، فبزاف ديال السيدات كيشريو. هادشي علاش كنصحهم قبل ما تاخذي الخياط من الاحسن على انك تبيتيه مرقد ليله كامله في الماء، عاد من بعد كيتنشر كندوزو بالمصلوح عاد كندوا الخياط. الا ما بغيناش نديروا هذه الطريقه كيكفي على انه نفوروه في الكسكاس، كنديروا الماء في الطنجره وكنحطوا داك الكسكاس وكنخليو التوب كيتفور على داك البخار ديال الماء،
فهذه الطريقه كذلك مهمه بزاف وغتخلي على انه الثوب ما كيشربش من بعد الصبين نهائيا وكيبقى كيف ما هو يا ام دعاء. ممكن الا كان جلابه مخيطه جربي هذه الطريقه، حنا كننصحوا بها لما يكون الثوب مازال جديد وغادي تصبل لاول مره. فجربي اما الطريقه الاولى انه يترقد في الماء ليله كامله، او لا الطريقه الثانيه انه كيتبخر وكنخليوه على ذاك الفوار او ذاك البخار اللي كيكون في الماء كيتفور في الكسكاس. فكذلك هي طريقه اللي كينصحوا بها حتى الخبراء ديال الموضه والمصممين ديال ازياء، لانه ما شاء الله كيكون عندهم بزاف ديال الحيل هكذا. فباب التواصل مفتوح معنا 05 22 46 72 50 51 او 52. تواصلوا معنا وفيدونا بافكاركم وباقتراحاتكم وكذلك علاش اللي عطاونا حتى التساؤلات ديالكم وان شاء الله نجاوبوا عليها. اول مكالمه معنا خديجه على الخط من مدينه الدار البيضاء، وللاسف انقطع الاتصال مع خديجه. كنتمنى ان شاء الله على انه ترجع تتصل او تتواصل معنا ويفيدها طبعا وليحالفها الحظ ونسمع الصوت ديالها على الهواء مباشره وناخذوا اما السؤال او الاقتراح من عندها. غادي نمشيو كذلك اقتراح اخر معنا من عند ليلى. هاد المره كتقول انا الاقتراح ديالي ساهل ماهر اختي عفاف وكنتمنى كل الناس يجربوه، غير بالنسبه للمرايات ديال الحمام انا لقيت احسن طريقه للتنظيف ديالهم هو داك الرغوه اللي كنستعملوا يعني كيستعملوا الرجال في الحلاقه ديال الغازاج. فديك الرغوه كندهنوها على المرايه وكنرجعوا كنمسحوا. كتقول انا ملي كنبغي نمسح كنستعمل غير القطن، ما كنستعملش الثوب نهائيا. اذا اول حاجه كتعمل انها كتاخذ الرغوه ديال الغازاج، كنقول لها غير هنا من الاحسن الزوج ديالك ما يشوفكش فهي كدهنها على المرايه كتخليها شويه ومن بعد كترجع كتمسح بالقطن، فكتقول النتيجه هائله والمرايه ديال الحمام كترجع كتشعل. شكرا لك على هذا الاقتراح. نمشيو هذه المره نتواصلوا مع كريمه على الخط معنا من المحمديه. اهلا بك كريمه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كريمه نهارك مبروك. الله يبارك فيك، مرحبا بك. الله يجزيك بالخير. بغيت نسولك، انا عندي واحد المكانه عندي فيها دايره بلي زيت ديال اليد. لا مونخي اييه ديال اليد. والله يجزيك بخير، بغيت نعرف ولا كاين مستمعات عندها شي فكره ان نديرها لها باش ما يبقاش يطيح ليا داك الحجر، ما يبقاش يطيح ليا من المكانه. واخا هما حجيرات صغار ياك كريمه اللي مزيين داك الاطار ديال المكانه. ايوا و تيطيحوا ما تلقاهمش. واخا كيطيحوا كنبغي نقلب عليهم زعما باش نرجع لبلاصتي ما كنلقاش الحجره، كنلقاها ما عرفتش فين كيتودر. واخا وسمعي الحل اللي غادي يفاجئك كريمه لانه ساهل بزاف. اي اكسسوار عندنا سواء ديال العنق او ديال اليد ممكن ماشي تكون غير مكانه حتى بغاصلي او لا، الا كانوا فيه الحجيرات وكيطيحوا ما كنلقاوهمش من بعد. الحل ساهل، اول حاجه كيخصنا ملي يكون جديد وغادي نستعملوه اول مره كندوزو عليه بالفيرني، داك لاباز اللي كيعرفوه كل السيدات، فيرني اللي كيكون شفاف داير بحال الماء، كندوزوه باش كيتبد دوك الحجر وما كيطيحوش. الا طاحوا داك المكان ديال كل حجره كنعمروه بداك الفيرني لانه كذلك فيه اللمعان، فكيعطي داك الغفلي بحال هو حجره فيها داك اللمعان. اشنو غديري؟ غتاخدي الفيرني وغنصحك على انك تاخدي العويدات اللي كنستعملوا بعض المرات اما الاسنان ديالنا ولا كنستعملوا في الكوزينه الكيغدون، غتاخديهم وغتبداي غير داك الراس ديال داك الكيغدون كتغطسيها بداك الفيرني وكتبداي كتحطيها في بلاص الحجره واحد النقيطه من داك الفيرني وخليها حتى تنشف، فالنتيجه هائله وكتبان بحال لا راها حجره اللي معمره ديك البلاصه. فجربي هذه الاقتراحه كريمه وان شاء الله غادي يعطيك النتيجه اللي انت بغيتي. باب التواصل مفتوح مع كل اوفياء دائما وارقام التواصل معنا مفتوحه هذه المره. ام محمد على الخط معنا من مدينه مراكش. اهلا بك ام محمد. السلام عليكم اخت عفاف. وعليكم السلام ورحمه الله. والله الا النصائح ديالكم زعما تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك ام محمد، اهلا وسهلا. اولا الصابون اللي عطات البارح واحد الاخت ما عرفتش شكون اللي واحد الاخت عطات البارح صابون التبيض. اييه جربته وصدق ما شاء الله عليه. تبارك الله عليك ام محمد، ما شاء الله. شوف وانت هي هكذا الحادقه ما كتعطلش غير كتسمع الاقتراح كتجربه. لا حيت اصلا كنتشكى من حوق التصبين من بعد الصابون ولا من بعد كنستعملو يديا كيضروني. نعم عندك مشكل كنظن ديال الحساسيه، امر طبيعي. نعم فالمهم نيت سمعت الاقتراح ومشيت جربته في البلاصه. اييه واليوم صبنت به زعما راه اقتراح. واخا ام محمد الا كان ممكن تعاودي تعطينا الاقتراح اللي انت جربتي اللي كان هو ديال الظاهره، شنو استعملتي بعد الخزامه ولا الحامض؟ خديت المهم صابونات الحجره كما قالت الاخت زهره. أيه صابونات الحجره حكيتها ودرتها في واحد البانيو وزدت عليها اترو ديال الماء سخون ديال المقايض. اييه وخليته بات حتى من الصباح. اييه عاد هزيت ذاك الجيل. واخا هو بسميتو بذاك سميتو ديال الخزامه بذاك لاغوم ديال الخزامه. اييه جيل فيه كاع هو اصلا مغطي ديال الخزامه. واخا وخديتهم بزليه لا حامض لا خزامه لا روح الخزامه لا حتى حاجه. اييه اذا انت استعملتي جيل اللي هو اصلا فيه الريحه ديال الخزامه. اصلا هو كيكون جيل موف. أيه وفيه ريحه الخزامه. اييه تبارك الله عليك. وفي الصباح خلطته.
وخليته واحد شويه وصبنت فيه زعما ما تسنيتش حيت اصلا محتاجه ليه. اييه تبارك الله عليك. وكنتمنى ان شاء الله ام محمد انه حتى السيدات يجربوا هذا الاقتراح. انت عملتي غير ايترو ما عاودتيش ضفتي 4 ايترو ديال الماء باش تعطيك الكميه كثيره؟ لا لا من بعد ضفت 4 ايترو ديال الماء. من بعد 4 ايترو وعطاتني فيها 5 ايترو. اييه فهو اقتصادي جدا. وكان زعما جميع السيدات يستعملوه راه زوين بزاف. واخا ام محمد شكرا لك لانك تواصلتي معنا ام محمد. نعم اخت عسل عندي عافاك واحد الطلب. اييه اذا كانوا الاخوات المهم كيسمعوني ولا شي حاجه بغيتي تعطيوني اقتراح. واخا دابا عندي خاتم الذهب. أيه؟ وفيه الحجيرات بزاف. اييه ولكن مع المده ما بقاش عاجبني ولا باهت وبين دوك الحجيرات ما بقاش كيعجبني بزاف. واخا نعطيوك اقتراح ان شاء الله غيكون ساهل ام محمد، غير خليك معنا في الاستماع وبقي وفيه لنا دائما. ارقام التواصل معنا 05 22 46 72 50 51 او 52، الرقم 50 80. في اول اس ام اس كتبوا فقط كلمه ماد، خليوا فراغ صغير وبعثوا سؤالكم او بالفكره والاقتراح اللي عندكم فيدونا به للرقم 50 80. غادي نمشيو نتواصلوا هذه المره مع مالكه على الخط معنا من مدينه اكادير. مرحبا بمالكه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كبيره اختي لاباس عليك؟ الحمد لله مالكه ربي يخليك. بغيت نسولك اختي على عندي واحد الكميه تاع الفول. اييه بغيت نعرف كيفاش نحافظ عليها في الفريق. والله يعطيك الخير. والجبانه الله جات على خاطرك. واخا الفول والجبانه واخا على الراس والعين لاله مالكه ان شاء الله نجاوب على سؤالك. نعم مالكه. سير البراد ديال الفضه الله يعطيك الستر تا هو كيفاش تحك عندي البرد كحالو لي الله يسهل عليك. ايه البرد ديال الفضه. واخا لاله مالكه بخير حبيبه بالسلامه عليك. الله يعاونك. شكرا لك مالكه كنتي معنا من مدينه اكادير. نتواصلوا هذه المره مع ام سلمى على الخط من مدينه الدار البيضاء، اولا ناخذوا بهيه على الخط معنا هي الاولى من مدينه فاس. مرحبا بهيه. الو لاله السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. بهيه لاباس اختي وفاء لاباس عليك؟ مرحبا مرحبا بهيه. شوف عفاف ووفاء كلهم وزن واحد ماشي مشكل. انا عفاف ماشي وفاء. مرحبا بهيه. الله يبارك فيك. انا عطيتكم واحد الاسم خاص لكم. مرحبا اهلا وسهلا. سميتكم ملائكه الرحمن. شكرا لك بهيه. شكرا والله العظيم نزلتوا بحال الرحمه في هذا الوقت هذا. شكرا جزيلا. شكرا لك بهيه. العفو. جزاكم الله خير على هادشي اللي كديروا خير. العفو هذا واجب علينا بهيه. جزاكم الله كل خير. يا رب امين. شكرا لك. يعطيك الصبر. بغيت نسولك على واحد الرائحه ديال الصبر شنو ندير فيها؟ اييه واخا. وبالنسبه بحال دابا بغيت نقترح عليك اقتراح بالنسبه للناس اللي كيخدموا. اييه الخبز. واخا. يمكن لهم يعجنوا بزايد. اييه. ويديروه الفريقو. مي بغاو يجبدوا الخبزه يخليوها هكا بلا ما يسخنوها في الفران تكون مزيانه بحال اللي درتيها في الفران. نخرجوها من المجمد. تخرجها من المجمد وخليها. اييه بحال دابا تخرج تغدي بها خرجيها قبل تخرج دابا في الصباح. كتولي بحال اللي راكي درتيها في الفران سخنات. اييه واخا. شكرا لك بهي على هذا الاقتراح. وفقط انا غير بغيت نقول لانه العفو هذا واجب. انا كانت مستمعه كريمه بطبيعه الحال بالنسبه للسيدات اللي ما كيمكنش هما يعني يعجنوا الخبز بشكل يومي، دائما كنعجنوا كميه بزايد كنخليو داك الخبز في المجمد كنخرجوه كيف ما قالت بهي مثلا في الصباح الا كنا غادي نحتاجوه للغدا باش كنخليوه يطلق راسه شويه وديك البروده ما تبقاش وداك الثلج ما يبقاش شاد في الخبز. وكانت عطاتنا اقتراح اللي هو فعلا جربوه بزاف ديال السيدات وشكروه. اشنو هو؟ كناخذوا الكوكوت الوقت اللي كنبغيو نسخنوه ما كنسخنوش في الفران، كناخذوا الكوكوت كنسخنوها على عافيه مهيله فوق البوطه حتى كتشد الحراره ديك الكوكوط حتى كتسخن مزيان وهي هكذاك خاويه غير البوطه تكون منقوصه مزيان. ملي كتسخن الكوكوط كنديروا فيها هذاك الخبز وكنطفيو العافيه بطبيعه الحال ولكن الكوكوط كتكون مازال سخونه، كنديروا فيها الخبز كنسدوا الكوكوط وكنديروا الصفاره فديك السخونيه كتبقى كترجع على الخبز وكيولي بحال يلاه طيبناه. اذا كنشعلوا البوطه عافيه مهيله كنحطوا الكوكوط وهي خاويه حتى كتشد الحراره ولا ديك السخونيه كنطفيو عليها البوطه كنديروا الخبز في الكوكوط وكنسدوها وكنديروا الصفاره وكنخليو غير ديك السخونيه هي اللي كترجع داك الخبز بحال يلاه خرجناه من الفران. حنا مازال لا طبعا الاقتراحات والافكار متواصله مع كل اوفياء في الحلقه ديال اليوم من برنامجكم سيداتي سادتي وعلى ميد غاديو دائما الاذاعه القريبه منكم. فاصل وراجعين خليكم معنا. ورجعنا دائما على ميد غاديو الاذاعه القريبه منكم وبرنامجكم سيداتي سادتي فيه مزيد من الافكار ومن الاقتراحات وتواصلنا مفتوح مع كل اوفياء دائما 05 22 46 72 50 51 او 52. وما تنساوش الرقم 50 80 في اول اس ام اس كتبوا فقط كلمه ماد وخليوا فراغ صغير ومن بعد بعثوا بسؤالكم او بالفكره والاقتراح اللي عندكم للرقم 50 80. في مكالمه اخرى هذه المره غادي نتواصلوا مع ام سلمى على الخط من مدينه الدار البيضاء. اهلا بك ام سلمى. الو السلام اخت عفاف. وعليكم السلام ورحمه الله ام سلمى.
ما خليك تسولتك على المخاد الكبار في الصالون بالزين ما سمعتش الجواب. اييه وجاوبناك جاوبناك ام سلمى في الحلقه ديال اليوم الثلاثاء اللي كان حاضر معنا فيها الخبير فن ديكور سامي دانان. ما سمعتيش الحلقه؟ لا لا ما سمعت. بغيت الباتشواك مع المخاد ستوندار، واش ممكن ولا لا؟ واخا هذا في بيت، هذا في بيت الجلوس. لا صالون بلدي. صالون بلدي واخا جوج ستاندر بالباتشواك جوج ستوندار مخاد ستوندار، واش ممكن الفكره ولا لا؟ لا بلاتي بالنسبه للخدي هذه يعني ما غيكونوش قياس واحد، ما غيكونوش عبار واحد. لا يكون ديك الباتشواك مع الاخرين ستوندار مخاد ستوندار. والباتشورك شنو بغيتي ديري، غير في زوج ديال السدادر ماشي في الصالون كامل؟ لا جوج ستاندر وجوج الاخرين يكونوا مخاد ستوندار. واخا وبالنسبه للتوب ديال الباتشورك وبعد هذا واش صالون بلدي ولا رومي؟ لا بلدي. صالون بلدي. واشنو التوب اللي بغيتي تخدمي به؟ بروكا بحال بروكا. اييه يعني مازال ما خديتيش الطلامط مازال؟ لا بغيت، لا باقي نشوف الفكره واش ممكنه ولا لا. وتعطينا المساحه شحال ام سلمى ديال الصالون المساحه؟ تقريبا 83 94. واخا واضحه ام سلمى ان شاء الله صافي نجاوبوا على السؤال ديالك، ولو كنا جاوبناك مع الخبير المختص في الديكور سامي دانان، ولكن في ذاك الوقت ما قلتيش ان الباتشور، قلتي غير بالنسبه للعبار ولا القياس ديال الخدادي واش ممكن في صالون واحد ما نديروش نفس القياس او نفس العبار. وكان الخبير في الديكور سامي دانان قال انا ما كنحبش هذه الفكره خصوصا في الصالون اللي غادي يكون بلدي، فقال من الاحسن تفادوها، ولكن مادام انت بغيتي تخدمي الباتشورك فان شاء الله نرجعوا نسولوه وسمعي الاجابه في الحلقه المقبله يوم الثلاثاء دائما في برنامجكم سيداتي سادتي. نمشيو هذه المره نتواصلوا مع ابتسام على الخط معنا من مدينه مكناس. مرحبا بك ابتسام. الو السلام عليكم، كيف كتحلي بلاباس؟ الحمد لله ابتسام اهلا وسهلا. انا كنشكركم بزاف بزاف على هذا البرنامج. العفو مرحبا. هو في كل صراحه شحال من حاجه مكناس كنعرفها والحمد لله معكم تعلمنا كل شيء. الحمد لله وهذا هو الهدف. بارك الله فيك اختي، الله يجازيك بخير. انا كنت واحد المره تكلمت معكم شويه شحال هذه. إيه؟ كنت اعطيتكم واحد ديال واحد البلاكار ديال الصبابط. أيه؟ قلت لك المترو في العرض ومتر في الطول. واخا ولكن الجار ما دارليش ليه البيبان. أيه؟ ومع دابا انا عندي الصالون قبلت الباب واخا حطيت من مور الباب. قال لي الاخ سامي الله يجازيه بخير انا ندير المرايه. أيه؟ درت المرايه جاني مزيان. وخا؟ ولكن بقى من كنحطوا الصبابط ما كيجيش المنظر ديالهم زوين. اييه كان قال لي الاخ، كان قال الاخ سامي بانني ما عطيتوش الشكل كيف داير. أيه؟ هو يعني بحال البلاكار ولكن ما عندوش البيبان، عنده غير خشيبات هذوك بحال هكا بحال البلاكار نيشان ولكن ما مغطيش ما مغطيش ما مغطيش يعني الصبابط كيبقاو يبانوا، يعني الصبابط كيبقاو يبانوا. الصبابط حيت باقي كيبقاو يبانوا. واخا وقول لي ابتسام بالنسبه للكوزينه ما فكرتيش على انك مثلا ديري في الكوزينه في شي بلاصه ولا بالكون الا عندك؟ لا لا حيت ما عنديش البالكون والكوزينه ما عنديش فيها شي اتساع اللي غنحطو. والو الكوزينه صغيره بزاف. اه الكوزينه صغيره. شكرا اختي. ايه واخا ابتسام صافي واضح. وعندي واحد الطلب الله يجازيك بخير، يلاه حيت ايه؟ واحد التلفازه. واخا وبغيت هكا شي طريقه باش نمسحها وصافي. اييه واخا هذا تخدش باش ما يجيش فيها الخداشي. واخا ابتسام ان شاء الله نجاوب على السؤال ديالك في الحلقه ديال غدا، غير خليك متابعنا وبقي وفيه لنا. اكيد اخر مكالمه غدا تكون في الحلقه ديال اليوم من عند زهيره من مدينه الدار البيضاء. اهلا بك زهيره. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كدايره اختي عفاف؟ الحمد لله زهيره. عليك الحمد لله. ماك زهيره انا اللي مولات الصابون. وما شاء الله عليك زهيره، شوف كل اقتراح كتعطيه عرفتي شنو كيدير، ما شاء الله كيلقى اقبال كبير. مازال كنتذكر كنتي عطيتينا الشوكولاته ديال الدهن في الخبز وبقى كلشي كيسول عليه، عطيتينا الصابون فبالنسبه اليوم ما عرفتش واش سمعتي ام محمد لانها جرباته وشكراتك وقالت تبارك الله عليك لانه اقتصادي يعني كيعطينا خمسه يطرو يعني غيبقى عندنا مده طويله، وهي قالت عندها مشكل لانه المساحيق ديال التنظيف اولا عندها حساسيه منهم، فعلى الاقل هذا غادي يحمي شويه اليدين ديالها. تبارك الله عليك زهيره. انا عندي نفس المشكل ديال الاطفال، كان عندي لي شامبينيون في الاطفال كنستعملو. أيه؟ هو في التصميم التصبين. أيه؟ والصابون السائل اللي كتعطيتك ديال غسيل الماء. أيه؟ حتى هو كيحافظ لي على اليدين ديالي. تبارك الله عليك زهيره ربي يخليك. دابا بالنسبه لهذاك الصابون غادي غير نقول لك واحد الحاجه. أيه؟ دابا داك الخزامه ملي كنغليوها في اطرو ديال الماء كنصفيوها، ولا داك الحامض كنصفيوه من داك لو جيست اللي كيكون عندنا. أيه؟ كنحتفظوا بالمحلول بوحدو. أيه؟ كنكبوه على داك الصابون وكنضيفوا الروح وكنكبوا الماء طيب مباشره، دوك ربعه يترو اللي بقاو لينا كنضيفوهم مباشره. أيه؟ وكنخليوه في البانيو ما كنحركو ما والو حتى الصباح. أيه؟ تصبح. حتى الغد كنلقاوه جال واحد. أيه؟ يعني كتله وحده كنضربوه مزيان يا اما بفويه يا اما بيديك. أيه؟
حتى كيولي سائل كنضيفوا ليه داك المسحوق راه معروف، يا اما ديال الصابون راه معروف كيكون ديال الصابون سائل، هو كيكون سائل علاش كيكون سائل؟ قلتي جوج الكيسان بالقياس ديال العنبه، جوج الكيسان هذاك مجرد انه باش غيعطينا ديك الريحه بحال لا راه هو هذاك الصابون بحال راه مشري بحال صافي كنحركو كنديرو في بوديزو ديما فيما كان في الاوتوماتيك ولا في العاديه ولا في التصبان بالليل كندير واحد الكاس كنكبوه كيعطينا الطريقه كيعطينا تصبين يعني بالنسبه للصابون ديال الحجره كيعطي تصبين مزيان. وعندي دابا اقتراح بالنسبه للسيده اللي عيطت بالنسبه للبرارد اللي عندها ديال الفضه ديال الفضه عندنا كناخذ واحد الطنجره كنقطعوا فيها يا اما طرونج ديال الحامض او لا طرونج ديال الزنبوع هذاك الليمون المر اللي كيكون في الزنقه كنغسلو ملي كنجيبو كنغسلو بحال كتكون في واحد الكحوليه كنقطعو طرونشات كنديرو في هذيك الطنجره حتى كيبدا يغلى وكنحطو فيه دوك البرارد ملي ملي كنحيدو غير كنغسلوه عادي كترجع لنا داك اللون ديال داك النقاول ديال البرارد اللي مال ولا كيف كشريناه كيرجع لينا داك اللون ديالهم كيخرجوا كيبريو اي مجرد ان ملي كنحيدهم من داك الماء كنغسلوهم صافي راه غتلقى النتيجه زوينه واخا تبارك الله عليك. نعم وعندي اقتراح اخر بالنسبه للناس اللي كيبغوا الفرماج ديال الدار بطريقه الجبن البلدي واخا دابا كناخذوا اترو ديال الحليب كنديروا فيه قريصه الملح قريصه ديال السكر وكنديروا فيه شويه ديال الزعتر حتى كيفيض لنا داك الحليب كنشدو واحد الشبيكه كناخذوا داك الزعتر اللي بقى لنا من الفوق كنحيدوه وكنخليوه فوق من العافيه ما كنحيدوش من فوق العافيه واخا كناخذوا اترو ديال اللبن كنطفيو به داك الحليب مجرد كنطفيو كيبدا يكلل لينا كيبان لنا بانه بدا كيكلل كنخليوه فوق من العافيه 3 دقائق واخا كنحيدوه من فوق العافيه كنحطوه حتى كيبرد ياك ملي كيبرد كناخذوه كنصفيوه شي شبيكه رقيقه كيتصفى من الماء مزيان ماشي بزاف حتى كيحيد منه الماء نهائيا يعني كيبقى فيه واحد شويه كناخذ واحد الطحانه راه كنت وضعتها في لاباج ديال الفيسبوك هي بحال ديال الكفته ديال الربيع ديال البصله هذيك كتكون كنحطوا فيها وكنضيفوا لي ثلاثه الفرماجات مثلثين واخا وكنطحنوا هذاك الجبن اللي عندنا وداك الفرماج مزيان حتى كيولي رطب كنديروا في واحد كيتو كنديرو في الثلاجة هذا فرماج للدهن طبيعي في الدار ولذيذ كيجي زوين تبارك الله عليك زهيرة وشكرا لك دائما كتفيدنا بالأفكار وبالاقتراحات ديالك سواء ملي كيحالفك الحظ وهكذا كيقبط لك الخط أو لا حتى من خلال صفحة برنامج سيداتي سادتي ودائما كنقول لكل أوفياء اللي مازال كيسولوا على الصفحة الوقت اللي كتدخلوا الموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك فاكتبوا سيداتي سادتي باللغة العربية فغتلقوا مباشرة الصفحة الخاصة بالبرنامج لكم أطيب ورق تحية من عفاف ماجد كانت معكم في الإعداد والتقديم سعيد عقال اللي رافقتني في الإخراج وسميحة في استقبال مكالماتكم شهية طيبة إلى اللقاء.